السلام عليكم متابعينا الكرام، الاخوان والاخوات، مرحبا بكم عند بروف عبدو. كنتمنى تكونوا بصحه جيده. الا كنتم مهتمين بالاخبار ديال التعليم ولاد المغرب بصفه عامه، اشتركوا وفعلوا زر الجرس، وما تنساوش باللي قربنا نكملوا 200 كا، وهادشي ما غادي يكون الا بالدعم والتفاعل ديالكم وكذلك البارتاج ديالكم. العديد منكم كيسولوا على امتى غيسالي هذا العام الدراسي وامتى غتكون العطله ديال الصيف، ولكن قبل ما نهضروا على هذا الموضوع هذا خصنا نشوفوا الموعد ديال اجراء اخر فروض المراقبه المستمره ديال هذه الدوره الثانيه. ولكن قبل ما نجاوبوا ديروا لايك، بارتاجيو، شي تعليق، ويلا على بركة الله. كما كتشوفوا معايا توصلنا بواحد المذكرة من عند وزارة التربية الوطنية، وأول واحد غادي نشرعها في المغرب هو بروف عبدو. الموضوع ديالها في شأن مسك نقاط المراقبة المستمرة بالنسبة للدورة الثانية. كما كتشوفوا معايا هذه هي الجدولة الزمنية لمسك نقاط الفروض المراقبة المستمرة، وكذلك تفعيل مختلف التدابير والعمليات بالنسبة لجميع المواد والمستويات الدراسية. فبالنسبة للسيكل الابتدائي والإعدادي، موعد اجراء اخر فرض غادي يكون ما بين 15 و 21 يونيو اللي هو شهر 6. وبالنسبه للسلك التاهيلي وبالنسبه الاولى والثانيه باك، فموعد اخر فرض غادي يكون ما بين 20 و 25 ماي اللي هو شهر 5. وبالنسبه للجذع المشترك، فموعد اخر فرض غادي يكون ما بين 27 ماي و 1 يونيو. وبالنسبه للقضيه ديال مسك النقاط على مسار، بالنسبه للابتدائي والاعدادي جميع المستويات ديالها غيكون ما بين 15 و 22 يونيو. وبالنسبه للسلك التاهيلي جذع مشترك اولى والثانيه باك، مسك النقاط على مسار غادي يكون ما بين 20 ماي و 4 يونيو، وعلما بانه ابتداء من 5 يونيو غيبدا الامتحان الجهوي ديال اولى باك، وغيتبعوا الامتحان الوطني ديال الثانيه باك اللي غيكون ابتداء من 10 يونيو. وبالنسبه لاستصدار بيانات النقاط اللي غادي يكونوا عبر منظومه مسار، بالنسبه للابتدائي والاعدادي ابتداء من 2 جولوز غيبداو يبانوا لكم النقاط في مسار. وبالنسبه لسكت هيلي، بالنسبه للمستويات غير الاشهاديه، فراه غادي يكون استصدار بيانات النقاط ابتداء من 1 جولوز غير بالنسبه للجذع المشترك. الاخوان ما غنكثرش عليكم بزاف تفاصيل اخرى، فاش غنهضروا على امتى غتسالي الدراسه عند جميع المستويات بالتدقيق وبالتفصيل الممل غيكون ان شاء الله في الفيديو المقبل. فهنا فقط باش نهضروا على امتى عندكم اخر فرض في هذه المراقبه المستمره، وهذه هي الجدوله الزمنيه من عند وزاره التربيه الوطنيه من بعد ما تم تمديد السنه الدراسيه باسبوع. يعني شفنا التواريخ القديمه ديال اخر فرض، فغنزيدوا لها اسبوع وغيعطيونا هاد التواريخ هادو اللي كتشوفوا. الاخوان شكرا بزاف على التتبع ديالكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، كنبغيكم بزاف الاخوان، وشكرا بزاف. كان معكم بروف عبدو، الله يستر لكم، التوفيق لكم ان شاء الله. قربت سالي العطله، زيروا شويه الاخوان، العام الدراسي ما بقى ليه والو باش يسالي. شكرا بزاف، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.